السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى واجه التغيير. من قلب الأنبار أعلنتها قوات الحشد الشعبي قوية مدوية: نحن أصحاب القرار في معركة الأنبار ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في الوقت الذي باتت فيه القبضة الأمنية العراقية خارج المعادلة الصفرية بعد أن انسحبت قوات الجيش العراقي من الأنبار، وبقي التصرف مفتوحا أمام هيئة الحشد الشعبي وقواتها، خاصة بعد أن اعتبرت نفسها صاحبة القرار في ذلك، بل إنها رأت حتى القيادات المحلية فيها خارج المعادلة أيضا. أما أهل الأنبار فهم ما زالوا يرزحون تحت لهيب النار ورحمة الدخول إلى بغداد، حتى ضاقت بهم السبل ولم يجدوا غير أعقاب البنادق رحمة تنهال عليهم من قبل بعض من يدعون إنهم حماة الوطن. هل باتت الحكومة مقصرة على حماية مدن العراق ومواطنيه؟ وهل ترى إن الخلاص من تنظيم الدولة الإسلامية لا يتم إلا بميليشيات الحشد الشعبي؟ وهل باتت قوات الحشد منقذاً للعراقيين أم وبالاً عليهم؟ إذن مشاهدين الكرام، أسئلة أطرحها على ضيوفي من عمان: نائب رئيس الهيئة العراقية للإغاثة الدكتور هلال الدليمي، وسينضم معي عبر الهاتف من بغداد المتحدث باسم اللجنة العليا لإغاثة النازحين الأستاذ عبد القادر الجميلي، وكذلك سينضم معي من واشنطن الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور أسعد ناجي. وأبدأ معك من حيث انتهيت، وأنت والمشاهد الكريم يشاهد أحد حماة الوطن كيف يتعامل مع أبناء الأنبار النازحين من بطش البراميل المتفجرة، بطش الإرهاب، سمه ما شئت، التعليق لك سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين، وبعد، أولا أحيي أهلي النازحين الذين يهشون قطيع آلامهم إلى جسر بزيبز المغلق، وأحيي فيهم صبرهم وصمودهم وآلامهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنهم بالقريب العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى. أما وصفك بأن هذا الجندي حماة للوطن، هؤلاء ولن يكونوا حماة للوطن، هؤلاء حماة للظلمة. فقد أكدت، لا نبدأ من ما أكد عليه الإسلام بحقوق الناس وحمايتهم، لأن هؤلاء الناس لا يفقهون في الإسلام شيئا، ولكن نخاطبهم بالمعاهدات الدولية. تنص حقوق الإنسان في معاهدة جنيف الرابعة التي نصت عام 1949 حقوق المدنيين أثناء الحروب، وكيف توجب على الدول حمايتهم. نعم. هذا لما تكون هناك نزاعات سواء كانت محلية أو دولية، حماية المدنيين واجبة، فما بالك بأهل البلد أنفسهم وهم يعاملون كأعداء. اتخذوا أهل الأنبار أعداء لكل هذه السلطة ولكل أحزابها ولكل كتلها السياسية، بحيث حكم عليهم بالأعدام، والأعدام قرار صادر من المرجعية في النجف، وأنا أتحمل مسؤولية هذا الكلام. كيف يعني؟ نعم، استنتجت أنه المرجعية في النجف؟ نعم، لأنه هذا القرار على أهل الأنبار. نعم، المرجعية في النجف هي التي تتحمل المسؤولية الشرعية والأخلاقية عن
الحشد الشعبي ويتحمله كافة الأحزاب الدينية التي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية وتسلحها روسيا. أي متناقض هذا الذي يحمل بينه أسماء إسلامية كبيرة لا تستطيع المحافظة على حق الفرد في العيش وفي الحياة؟ الإرهاب أتانا معهما والتدمير أتانا معهما والمصائب كلها أتت معنا. أما دليلي على ذلك فإن القرار الحشد الشعبي لم يكن قرارا حكوميا اتخذته الكتل المشاركة في الحكومة، وإنما اتخذه السيستاني بفتوى من مرجعية أمرها لا ينفذ على العراق كافة. نحن مسلمون في العراق ومسيحيون وصابئة ويزيديين وقوميات مختلفة لا تتبع لهذا الرجل ولا لمرجعيته، ولكن الأمر أتى بهذه الفتوى التي أشعلت الفتيل كله. وحقيقة كان هناك قرارا مدروسا بإفراغ المؤسسة العسكرية بالرغم من اعتراضنا الشديد عليها، وأنها هي مؤسسة ميليشياوية مخترقة من الدمج غير مهنية، ما تعاملت مع المواطن بروح المواطن إنما تعاملت معه بروح الانتقام والانتقائية. ودليلنا على هذا واضح. أما من يريد أن يغطي هذا الأمر ويقول أنها حرب من أجل العراق، الحرب من أجل العراق تتخذه حكومة العراق وليست مراجع الدينية، مثل ما السيستاني له أتباعه، السنة لهم علماءهم وأتباعهم. فبالتالي عند لو صدر أمرا مشابها من أهل السنة بأن يهجموا على أي مدينة أخرى أو يقاتلوا أي مدينة أخرى، ألم يقل هذا طائفيا وأتباع فلان وفلان؟ نعم. فلماذا حلال عليهم حرام على غيرهم؟ إذن هم يتحملون هذه المسؤولية. الجانب الآخر، كيف تعاملت الحكومة أو هذه السلطة مع النازحين الأنبار؟ أولا اعتبرتهم أعداء، ممنوع دخولهم بغداد. الأردن تحملت استقبلت من نازحين العراق أثناء الحرب العراقية عدوان الأمريكا على العراق ما يعادل ربع سكان الأردن. نعم. بموارد الأردن الضعيفة. نعم. وكذلك الحكومة السورية بالرغم من ملاحظاتنا وكل تحفظاتنا على هذه السلطة، ولكنها استقبلت أعداد كبيرة. وكذلك تركيا والحكومة العراقية تضع شرط الكفيل على الموت. يعني رأينا في الفيديو كيف يظهر أحد الضباط يتعامل بأعقاب البندقية ويضرب النازحين العزل. هل هذه الإنسانية الموجودة اليوم الأنبار، أهل الأنبار وغيرهم بالأمس كانوا أهل صلاح الدين وتكريت وديالة، كانوا بنفس المأزق. اليوم لماذا سلطة الحشد أقوى من سلطة الدولة؟ لا يوجد سلطة للدولة. الطريقة التي تعاملت بها هذه السلطة من خلال التدرج بخلق الأزمات، نلاحظ هذه الحكومة اعتمدت على وقود طائفي. كل محرك لأي عمل هناك محرك فكري، الأحزاب الفكرية في العالم الذي يحركها في الساحة هو أفكارها وكيف تجذب الناس إليها وكيف تسوق أفكارها للشارع بحيث يكون مساندا أو معارضا لها. نعم. الأحزاب الدينية التي أتت بها أمريكا متعمدة لأهداف عديدة، أولها أن يصبغ الإسلام بصبغة الإرهاب. هذا واحد. اثنين، أن لا يحترم المواطن المسلم علماءه. ثلاثة، أن يكون الإسلام صبغة ووقودا للدمار والخراب بدل أن يكون الإسلام عاملا اجتماعيا بنى دولا وبنى دولة ووصل الحضارة لكل العالم. الشيء الآخر، تفتيت وتقسيم المجتمع على هذا الوقود. الحزب الفلاني مذهبه كذا، وقوده الطائفة. دعني في موضوع العامل الإنساني، يعني المنظمات الدولية إنسانية حذرت الحكومة العراقية من خطورة الوضع الإنساني. لحد الآن الحكومة العراقية لم تفلح في هذا الملف وحتى الملفات الأخرى، دعنا في الملف الإنساني، لماذا؟ لأنها لا إنسانية له. الخائن والعميل لا إنسانية له. من يقبل على نفسه أن يكون عميلا للمحتل الذي يأتي ويقتل ويدمر ويغتصب أبناء جلدته، هذا لا إنسانية له. لقد خرج من طور الإنسانية ابتداء من الشوط الأول مثل ما نقول، أو من اللحظة التي سقط فيها. هناك كثيرين من الذين كانوا يسمون نفسهم معارضة أتوا مع المحتل وتجندوا تحت خدمته وعملوا ما عملوا وأصبحوا طيعين لهذا المشروع بكل ما تعني الكلمة. إذن هم ابتداء لا إنسانية لمن يخون أرضه وشعبه ويخون إنسانيته بأن يتعامل مع الإنسان بهذه الطريقة الوحشية البشعة. المواطنون
المدنيون بكل الأحوال هم ما بين في النزاعات، لا سلاح لهم لا قوة لهم، وكذلك عمدت هذه السلطة على نزع أسلحة الناس للدفاع عن نفسها بحجة فرض الأمن. فعندما أتى الإرهاب أصبح المواطن أسير لكل شيء، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فإذا كان الجيش الذي سلحته أمريكا ودربته أمريكا يهزم أمام المقاتلين والمسلحين، ويطلب من المواطن أن يدافع عن سلطة مهزومة من الداخل، مهزومة بمؤسسة العسكرية. الشيء الآخر الذي حقيقة يحير الكل، لماذا هذا الانهيار الكبير للقوات ما تسمى الجيش؟ نعم. الجيش هذه المؤسسة التي بنيت على باطل وأسست على المحاصصة والطائفية، ولاؤها لغير العراق، ولاؤها ليس وطنيا، مشروعها ليس مشروعا وطنيا، مشروعها بنيت على أنا أتبع الحزب الفلاني وأنت أتباع الحزب الفلاني، فبالتالي عندما يتضرر مصالح الحزب وولاء حتى أصبحت إلى أشخاص. يعني إذا 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 آمنا في إنه هذا ماكو ولاء، هم دي يقدمون هم دمهم وأرواحهم ودي يقتلون ودي يدفعون ثمن، يعني كيف هذا النقيض اليوم؟ الحكومة إذا كانت غير يعني واعية لما تدري، هل هي يعني تعرف خفايا الأمور أم إنها تجهل السياسة أم إنها تجهل القيادة العسكرية؟ أنا وأنت ليس بعسكر، صح؟ نعم. لماذا عندما تحاصر قوة عسكرية في مكان وتستنجد لم يرسل لها الإسناد والإمداد؟ أليس هذا الأمر متعمدا على إفشال المؤسسة العسكرية؟ هذا الأمر مؤامرة على ما تبقى من الجيش العراقي الحالي بوضعه الضعيف الحالي، لأنه هناك تجاذبات واختلافات ما بين الكتل السياسية تريد إفشال المؤسسة العسكرية. إيران لا تريد جيشا عراقيا بمعنى الجيش العراقي، تريد ولاء مطلقا لإيران، ولا تريد ولاء متعددا أو مجتزئا لها. فبالتالي إفشال المؤسسة العسكرية هدف من أهداف هذه الحكومة، وبعلمها وبعلم برلمانيين الذين لا يستطيعون أن يستقدموا القائد العام للقوات المسلحة ويسألوه لماذا لم يتم إنقاذ فوج أو لواء أو سرية في مكان محاصرة، تنفذ عتادهم ويتركوهم إلى القتل. هذه الأعمال متعمدة لأسباب عديدة. أولا، إيران لا تريد جيشا ولاؤه للعراق، تريد جيشا أو مؤسسة ولاؤها لإيران بالمطلق، لا يأتمر بأمر القيادات العراقية أيا كانت هذه القيادات العراقية حتى العملاء منهم. ولهذا السبب نلاحظ أنه إفشال الجيش هدف أساسي من أهداف هذه الحكومة، لكي تبرز الحشد، والميليشيات هي التي تسيطر، وهذا ما لاحظناه على الساحة بشكل مباشر. أعطاء الأولوية لهذه الميليشيات والتسليح لها هو له الأولوية، والأوامر والقيادة لها. إذن ليس أمرا حقيقة أن نقول الجيش هو ما قاتل، لأنه الجيش مطلوب منه أن لا يقاتل. دعني أستمع إلى وجهة نظر ربما تكون هي ممثلة عن 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 المواطن. معي عبر الهاتف عضو لجنة الهجرة والمهجرين الدكتورة لقاء وردي. مرحبا بك يا دكتورة لقاء. يعني الملف الأمني كان هو الغالب على أي ملف آخر لدى الحكومة، إلا نجد أن الحكومة للأسف الشديد فشلت في الحفاظ على الأمن وعلى المدن وعلى حياة المواطن. دكتورة لقاء، دكتورة لقاء، يبدو أننا فقدنا الاتصال. بنفس السؤال دكتور هلال، الملف الأمني هو العكاز التي كانت تتعكز عليها الحكومة العراقية، للأسف الشديد هذا الملف أيضا ما حافظوا على أمن البلد وعلى مدن البلد وعلى حياة المواطن. لماذا الحكومة يعني باقية؟ لماذا لا تقول للمواطن الكريم أيها المواطن أنا خذلتك، أنا لا أستطيع أن أكمل مهمتي، هناك عقبات أقف عليها، هناك تحديات، وأخرج وأجعل الناس الذين قادرون أن يعيدوا البوصلة، يعملوا المصالح الوطنية، يؤسسوا البنيان من جديد؟ هؤلاء الناس أولا لا يجب أن نسميهم حكومة أو سلطة، لا يجب. كيف ما أسميهم حكومة أو سلطة؟ ليست هذه الحكومة منتخبة من قبل المواطن؟ لا، هذه ليست حكومة منتخبة، الانتخاب تحت ظل المحتل الأمريكي وحراب المحتل الأمريكي. 2014 ما كل محتل الأمريكي، ما أسس على باطل فهو باطل أخي الكريم. والمؤسسة التي كانت تديرها المالكي انتخب مرتين،
وهو عرفنا كيف صاغ الأمور لصالحه. المجاذبات والتأسيس الذي أسست عليه العملية السياسية ما أتت بالشرفاء، أتت بهؤلاء الناس الذين يتقاسموا مصالحهم، نهبوا من العراق 1014 مليار، هذا المهم بالنسبة لهم. أما الملف الأمني من 2003 ولحد الآن نحن نريد أن نحقق أمنا في بلد تقوده ميليشيات وتقوده عصابات منفلتة بأمر الحكومة، لها سلطة عسكرية وهويات عسكرية تصدر من الوزارات العراقية لتفتك بأمن المواطن. لاحظ، أنا أريد أن أسأل كل ليش ما نسميهم حكومة؟ يقولون أنه داعش إرهابي ومنظمة إرهابية وتقتل. بالله عليكم، هل سمعتم منذ دخول الدولة الإسلامية إلى أو مسمى داعش إلى الموصل أو الفلوج سمعتم تفجير واحد؟ سمعتم باختطاف واحد؟ سمعتم أنه عبوة ناسفة في سيارة شخص مسؤول أو غير مسؤول أو مواطن؟ هل اختطف مواطن من بيته؟ هل تم اعتقال امرأة أو شخص؟ إذن من الذي كان يقوم بهذه الأعمال ولا زال يقوم بها في الأعمال التي تقع تحت سيطرة الحكومة؟ هي الميليشيات الحكومية التي يراد منها الآن أن تزرع الرعب وأن تبث هذه الفتنة لا يمتلكون وقودا غيرها. نحن لا نريد أن نجبر المواطن أن يختار الآن ما بين قاتله وما بين من يقف على الأقل بعيدا عن أذيته. المواطن العراقي في كل مكان الآن أمامه خيارين: الخيار الأول أن يقبل بهذا الفساد وهذا القتل أو يرفضه، فإذا رفضه قالوا عنه إرهابي، وإذا قبله قالوا عن أنت من أتباع الحكومة وعلينا أن نقضي عليك. إذن هذه الفلسفة التي وضع المواطن عليها، هذه ليست سلطة وليست حكومة، هؤلاء عصابة. والدليل على ما أقول أنهم عصابة كيف يتعامل المسؤول الذي يسمى مسؤول مع أهل بلده. أنت تكون رئيس وزراء، مسؤولية كل مواطن في هذا البلد هو مسؤوليتك وتراه بنفس الوصف، لكن هؤلاء غير متجردين لا من طائفيتهم ولا من الأمراض المستعصية التي تربوا عليها. الشيء الآخر، لا يمكن تحت أي حال من الأحوال أن تقف أنت في ند لقسم من شعبك مهما كان رأيك بهم أو رأيهم، لأن أنت حقيقة هذه السلطة وفق التفسير الشرعي هم مؤتمنون موظفون لدى الشعب، هم بالعكس الآن هم سلطة مسلطة على رقاب الشعب، تقتل وتسرق وتنهب وتعتقل وتضرب. هذا العسكري لو يعرف أنه وراءه حساب لما تصرف بهذه الطريقة. لو لدينا رقابة حقيقية، لو لدينا برلمان حقيقي، لو لدينا مؤسسة تراقب فعلا، هذه ما رادت الولايات المتحدة من قضت على المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وقضت على البنية التحتية للدولة، أسست منظومة هشة من المتصارعين حتى في مؤتمر لندن. هم ما أتوا بناس، المحتل لا يأتي بشريف، هذه قاعدة عالمية. المحتل عندما يحتل البلد لا يعتمد على الشرفاء، لأن الشريف لا يقبل يضع يده بالمحتل. لماذا تعمل الحكومة على أن تجعل الحشد الشعبي هو طوق النجاة للعراقيين في المناطق السنية لنقل؟ لأنه لولا ليس طوق نجاة، هذا المشروع الإيراني يعتمد على هذه الفلسفة التي طبقها في لبنان ويريد أن يطبقها في اليمن ويريد أن يطبقها في الدول الأخرى وفي العراق يطبقها بامتياز. ولهذا السبب تجد أن قاسم سليماني عندما يأتي لا يقود الجيش، يقود الميليشيات، وهذا العامل قائد ميليشيا وليس عسكري، ليس لديه رتبة عسكرية. إذن إيران مشروعها الأساسي يعتمد على لبنانة العراق، هذه اللبنانة هو أن يجعل الميليشيات هي التي لها اليد الطولة. ولهذا السبب قلت في بداية حديثي إفشال الجيش وهو كان هدف، إضافة إلى النزاعات الداخلية ما بين أطراف حتى حزب الدعوة نفسه ما بين الولاء للمالكي، هل المالكي تأثير على القيادات العسكرية التي ولاء لا يزال للمالكي وإفشال العبادي ربما. يعني إذا تحدثنا عن العبادي، العبادي اليوم هو أضعف حلقة في الصراع، بسبب أنه أمريكا بإنشائها للجيش العراقي الجديد بصفة مدافع وليس مهاجم، في ظل وجود نفوذ لتنظيم الدولة الإسلامية على جغرافيا كبيرة في العراق، وضعت أمريكا يعني العبادي أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما الأول أسوأ من الثاني، أما أمريكا أن يستنجد بأمريكا وأما أن يستنجد بإيران. ماذا يفعل العبادي؟ العبادي يستنجد بالثنين.
هذا الواقع الحال. العبادي ولاء مزدوج، لأنه من أتى به أمريكا ومن يعينه إيران، ولا قلبه مع إيران ولسانه مع أمريكا للحاجة. ولهذا سبب عندما قالت له إيران اذهب إلى روسيا ذهب إلى روسيا. يعني المتناقضات في هذه العملية اللي تسمى عملية سياسية. ألا تعتقد هناك تحديات تقف دون أن ينجح العبادي في مهمته؟ يعني رئيس الوزراء يريد أن ينجح، ولكن هناك تحديات أقوى منه تجعله يعني في حلقة ضعيفة. أنا أختلف معك تماما. العبادي ينفذ مشروع الإيراني بامتياز، وكان أسوأ من المالكي في التنفيذ. من أين جئت بهذه العبادي يقول الكلام الحسن ويفعل الكلام ويفعل الفعل السيء. العبادي المالكي قال بصراحة نحن معسكرين، وأعلن عن حماقته بكل بساطة، وقال معسكر يزيد ومعسكر معاوية، وقال أنه هذا المالكي. نعم، ولكن من عندما أتوا لماذا استبدلوه الأمريكان؟ لأنه احترقت ورقته في الشارع. ولو إيران أرادت المالكي أن يبقى هو الفائز، ماذا تريد أمريكا؟ أمريكا تريد أن تحمل كل أخطاء الفترة الماضية للمالكي، ويستمر نفس المشروع بالتدهور والقتال. الحشد الشعبي المالكي الذي عمله وهو الذي سعى به، الحرب على المدن وعلى المحافظات الثائرة المالكي. ولكن العبادي عندما أتى صرح سوف يقف القصف عن المدن. هل وقف؟ إذن هو يقول ما لا يفعل. والله سبحانه وتعالى وصف هذا في القرآن الكريم المقت، أو أكبر المقتبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا الفعل العبادي له ملمس ناعم، ولكن فعله لا يختلف بل على الأسوأ. يعني لو استطاع بهذا التصرف أن يرمي حجرا لكي يكسب ود الدول، وجاب علينا الحلف الدولي. دكتور الآن هلال، العبادي غير في يعني المنظومة العسكرية، غير قيادات كانت تابعة إلى حقبة المالكي، ولكن للأسف الشديد هؤلاء القادة، يعني بالأمس ديمسي جنرال ديمسي قال إن قائد عمليات الأنبار انسحب دون أن يكون هناك ضغط عليه من قبل تنظيم الدولة، وهذا نفس ما حصل في سيناريو الموصل. لأنه مطلوب منه أن يقتل الناس، ويعرف الخطة العسكرية المرسومة له ما هي. القتال بدون هدف مضيعة للدم والوقت والجهد. الآن أنت تقاتل وتنفذ ذخيرتك، وبالتالي تقتل لأجل أن يكون فلان وفلان يتصدر المشهد، لكي تتصدر الميليشيات في العسكري المهني، بغض النظر عن رأينا بهم وما هم المفروض أن يتخلوا عن هذا الدور الذي يلعبون به، دور كومبارس رخيص، لكن يعرف بأن النتيجة هكذا، وهو يعرف أن التعليمات هكذا. فبالتالي المؤسسة العسكرية التي بنيت على هذه الهشاشة لا يمكن أن تقود بلد. أنت تحدثت وقلت الأمريكان بنوا على سياسة الدفاع. لا، الأمريكان بنوا المؤسسة العسكرية أن تكون بديلا للمحتل الأمريكي، تتصرف كما يتصرف الجيش العراقي. ليس مهمته محاصرة المدن، هذا واجب وزارة الداخلية والدفاع، والدفاع واجب الحدود. أما الفلسفة التي قيمت عليها بأن يقوم الجيش يعتبر مدن العراق هي قواطع عمليات، ويبحثون عن نصر في أبو غريب، تعست هذه الحكومة وتعست هذه القيادات وتعست هذه العملية التي تسمى شعبها ومدنها وحدودها وحدودها بين مدنها قواطع عمليات وانتصارات. أي انتصار أنت تحققه على شعبك؟ هذا الانتصار الذي تحققه على شعبك انتصار المهزوم، لأنه بكل الأحوال القاتل العراقي والمقتول العراقي هذا ليس انتصارا، هذا غباء، وغباء سياسي متعمد، أنه يجعلون هذا الشعب يقتل بعضه البعض لكي يربح المشروع. إذن سير باتجاه التقسيم. دعني أشرك وجهة نظر أخرى من واشنطن، الدكتور هيثم الهيتي الأكاديمي والسياسي العراقي. مرحبا بك دكتور هيثم. أمريكا وضعت حكومة العبادي في خيارين لا ثالث لهما في طلب النجدة، أما أمريكا وأما إيران، وكلاهما يقال أسوأ من الثاني. نعم، في الحقيقة يعني أشكرك على هذه الدعوة أولا، وثانيا يعني منذ 2003 والتشكيلة السياسية التي نمت في العراق والتي تحالفت مع الولايات الأمريكية المتحدة في سبيل تغيير النظام وضعت نفسها في مأزق كبير، فهي لم تستطع أن تبني علاقة استراتيجية مع الولايات الأمريكية المتحدة، ولم تستطع أن تتخلى عنها، ولكنها انضوت في الحقيقة تحت الرعاية الإيرانية، وأصبحت عبارة عن تابع إيراني
لتنفيذ أجندات وسياسات إيرانية، وأنها عبارة عن ورقة، الحكومة العراقية هي عبارة عن ورقة إيرانية مع الولايات الأمريكية المتحدة، وتحول العراق وحكومته إلى وسيلة للتفاوض في قضايا إيرانية كثيرة، من بينها يعني البرنامج النووي الإيراني، ويعني قضايا إيرانية متعددة. للأسف الشديد ما يعانيه الإنسان العراقي اليوم من نزوح وقتل وتخريب ودمار للمدن وزيادة بالإرهاب وتحطم للجيش ونمو للميليشيات هو عملية تحول من دولة إلى عصابة، إلى شردمة، إلى نهاية العراق اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. أنا أعتقد نحن سائرون في طريق مظلم جدا، وليس لدي أمل في هذه الحكومة، لأنها لم تستطع أن تصحح خطأ واحد من الأخطاء التي مارستها الحكومة السابقة، بل إنها أصبحت حكومة صامتة يعني، وتركت الدفة تسير كما هو الطريق يرسم لها، ويوميا تسقط محافظة ومدينة، سقطت الموصل واليوم تسقط الرمادي، ويعني ملايين البشر نازحين، والعراق يتفتت، ويعني إيران يعني وزير الدفاع الإيراني يزور العراق في هذا الوضع. وكأننا نتذكر أن رامسفيلد عندما كان يزور بغداد كوزير دفاع لدولة محتلة، اليوم تحولت المهمة إلى وزير الدفاع الإيراني البديل لرامسفيلد، أصبحت إيران هي الدولة المحتلة. وأنا هنا أقارن بين احتلالين، العراق اليوم بين احتلالين، وقد يكون العراق اليوم يتمنى الاحتلال الأول على الاحتلال الثاني للأسف، وهذا هو يعني عظمة المأساة. دكتور الهيتي، يعني لو عدنا يعني عقارب الزمن إلى حقبة المالكي من 2006 ولحد اليوم السيد العبادي، نجد للأسف الشديد فشل المؤسسة الأمنية بالمطلق، هذا على لسان المختصين والمحللين الاستراتيجيين وحتى من هم في أصحاب القرار، أيضا غياب مهنية عسكرية حقيقية عن المؤسسة العسكرية أعطى ذريعة لأن تكون الميليشيات هي الوحيدة صاحبة السلطة اليوم على الأرض. نعم نعم عزيزي، نحن لا نمتلك مؤسسة أمنية لنقول هذه المؤسسة فشلت، نحن نمتلك مجموعة من العصابات والميليشيات التي نمت في إيران قبل 2003 كجزء من المعارضة السياسية التي كانت يمارسها النظام السياسي الإيراني ضد العراق، وتحولت هذه الميليشيات التي كانت تقتل العراقيين دون النظر إلى انتماءاتهم في الجنوب، وهناك مجازر حصلت من قبل هذه الميليشيات، تحولت هذه الميليشيات إلى بديل، والعصابات إلى بديل عن المؤسسة الأمنية العراقية. لذلك نحن لا نمتلك مؤسسة أمنية عراقية بالمطلق، نحن نمتلك عصابات ميليشياوية مرتبطة بالنظام الإيراني استبدلت المؤسسة الأمنية، ويجب أن نكون واقعيين ودقيقين في التشخيص، وهذا هو المشكلة. الجيش أيضا حل في من قبل بول بريمر، ويعني جاء بعدد قليل من الضباط الذين يمثلون الجيش السابق، أما الرموز العسكرية الحقيقية والمؤسسات العسكرية العراقية كلها دمرت وخربت. كان لدينا من أهم المعسكرات معسكر رشيد، جامعة البكر للدراسات العليا، هذه مؤسسات ليست تابعة لنظام سياسي، هذه مؤسسات المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة العراقية، هذه حلت وحطمت وحل محلها ميليشيات وعصابات مجرمة. دكتور هيثم، أليس هذا الجيش العراقي الجديد هو ثمرة الجهد الأمريكي؟ أليس من المفترض أن يكون هذا الجيش الذي دربته أمريكا وسلحته أن يكون بمستوى جميل. سمعة أمريكا جميل. اليوم يا سيدي عدنا, عدنا, عدنا جيش عراقي جديد بنت على أساس أن يكون مدافع فقط وليس مهاجم، يفقد كل مهاراته في المواجهة اليوم. جميل جميل جميل، أنا قلت لك في بداية حديثي، وهذا تأكيدا على كلام حضرتك، أننا نحن يجب أن نقتنع اقتناع كامل أننا بين احتلالين، ويجب أن ننظر للأمور بهذا المنظار.
بين الاحتلال الأمريكي وبين الاحتلال الإيراني، بين رامسفيلد الذي كان يمثل الاحتلال الأمريكي عندما يأتي إلى العراق، وبين وزير الدفاع الإيراني الذي يمثل الاحتلال الإيراني عندما يأتي إلى العراق. وبالتالي الجيش الذي كان ثمرة الاحتلال الأمريكي أيضا انتهى أخي، واستبدل اليوم بالجيش الجديد الذي هو ثمرة الاحتلال الإيراني الثاني، وهو الحشد الشعبي وغيره من الميليشيات. هذه هي الأزمة، هذه هي المشكلة العراقية. يجب أن يكون لدينا تصور واضح أن الاحتلال الإيراني أصبح احتلال رسمي، ويجب أن يسعى كل الساسة الوطنيون أقول منهم لإعلان ذلك صراحة، ويعني على الحديث دوليا عن هذا الموضوع في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لإثبات رسميا أن هناك احتلال إيراني، ولا جدوى من العملية السياسية بهذا الاتجاه، لأن الإنسان العراقي أصبح مهان في كل مكان. نعم. عندما يخرج من بيته بلا مال بلا عمل، ويبحث عن مكان مأوى لأولاده بلا مدارس، من مسؤول عن هؤلاء الناس؟ هذه جريمة نكراء كبيرة بحق السياسيين العراقيين جميعا أولا، وثانيا بحق كل من يقبل بأن العراق يصبح ولاية تابعة للنظام الإيراني. نعم، شكرا للدكتور هيثم الهيتي الأكاديمي والسياسي العراقي من واشنطن على هذه المداخلة. أعود إليك دكتور الدليمي، سمعت ما قاله الدكتور الهيتي، تحدث عن وجود يعني أنه الحكومة العراقية ضعيفة ومؤسستها العسكرية ضعيفة، ومن بنى هذه المؤسسة العسكرية وجاء بالحكومة الجديدة للأسف الشديد هو من يتفرج اليوم على المشهد العراقي، وهذا الهدف مقصود، لأنه الاحتلال بلد وتدمير البنية التحتية والاجتماعية والسياسية والمؤسساتية هو الهدف منه هذا. نعم. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن ما يجري في العراق، وهي التي يجب أن يحاسبها إذا كان هناك حساب من المجتمع الدولي، لأن هي التي أتت بإيران، وهي التي أعطت إيران هذه السلطة، وهي كانت شريكة في الاحتلال، وكلنا يتذكر كيف استقبلت أحمد نجات في القصر الجمهوري بحماية الأمريكية، وكيف كانت المشاورات ما بينهم لملء الفراغ، وتصريح إيران بأنه إيران على استعداد لملء الفراغ قبل رحيل القوات الأمريكية، بعد أن استقبلت القوات الأمريكية ضربات متعددة، أول ما استعانت بالجانب الإيراني، وعملت ما عملت في تفجير المرقدين لكي لخبرة إيران في هذا المجال، وخدمت الهدف الأمريكي المحتل. إذن الحكومة العراقية أو ما تسمى الأحزاب العصابة العراقية، العصابة الإيرانية فرع المنطقة الخضراء، ومن أعلن ولاؤه لهم طوعا أو كرها، هؤلاء الناس هم الذين جعلوا من العراق بهذه الساحة وهي مقصودة. هذه السيناريو مقروء، لأنه عندما تأتي دولة تدمر كل شيء وتضع بديل، البديل يحمل كل مواصفات السوء الذي تحدث عنها العالم كله بما فيهم الذي أسسها، إذن النتائج ستكون واضحة. لدينا وجهة نظر من واشنطن أيضا، معي عبر الهاتف من واشنطن الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور أسعد ناجي. مرحبا بك دكتور أسعد. يعني اليوم أثبتت التجربة أن أمريكا لا تريد محاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وإنما تستخدم سياسة التصدي، ونعني بذلك سيدي حصره في جغرافيا معينة، وهذا للأسف الشديد نجحت، يعني هذا من سوء حظ العراقيين، نجحت أمريكا في أن تجعل في جغرافيا سنية، نجحت أمريكا. السؤال اليوم اللي أطرحه على حضرتك، وأنت لك يعني خبرة في يعني شؤون الشرق الأوسط، لماذا تعمل أمريكا على سياسة التصدي وليس المحاربة؟ أستاذ معين السلام عليكم، تحياتي لجنابك وإلى مشاهدي برنامجك الكرام وإلى ضيوفك الكرام. بالحقيقة بعيدا عن أي تشنج أو أي حرب أو شحن طائفي، علينا أن نتلمس كل جوانب أطراف النكسة اللي حدثت مؤخرا في مدينة الرومادي من خلال تحليل التفكير الأمريكي للرؤية مالتهم بما حدث من نكسة في الأنبار. بالحقيقة أنا أتفق مع جنابك أنه تستخدم سياسة التصدي وليس الحرب، وراح أذكر لك الأسباب
لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ سياسة التصدي وليس حالة الحرب. نعم. الحقيقة حتى نكون اتجاهاتنا صحيحة، هو علينا أن نحلل التفكير الجمهوريين وتفكير الديمقراطيين. الجمهوريين حاليا يواصلون انتقاداتهم القديمة الجديدة أنه أسباب ما يحدث من انتكاسات أمنية في العراق هو بسبب تسرع الرئيس الأمريكي أوباما بسحب القوات الأمريكية من العراق، وهم كانوا يعني يتمنون أن تبقى القوات الأمريكية من أجل استقرار العراق أو من خلال منع هكذا انتكاسات موجودة. من جهة أخرى نأخذ تفكير الديمقراطيين طبعا، من جهة أخرى هؤلاء بالمقابل تعهدوا بدعم الحكومة العراقية من أجل الاسترجاع السريع لمدينة الرمادي. نعم. وأنا أكثر اسمح لي أشدد على كلمة السريع. نعم. في حين في موضوع الموصل أحطوا فترة زمنية تتجاوز إلى 3 سنوات، أما في حالة الرمادي فهو الاسترجاع السريع لمدينة الرمادي، وأبدوا استعدادهم لاسترجاع مدينة الرمادي بسبب اختلاف الطبيعة الجغرافية لمدينة الرمادي، صحراء منبسطة بإمكان اصطياد داعش وقصفهم بشكل، في حين مدينة الموصل مدينة مختصة بالسكان وبنايات. حاليا المثل الأخرى الرؤية للديمقراطيين والجمهوريين المتشابهة في أي ناحية تنص مثل ما تفضلت على التصدي، يعني الجمهوريين والديمقراطيين يعني متفقين أنه داعش يتم التصدي لها، هو مثل ما تفضلت هو حصر داعش ومناطق في مناطق العراق وسوريا. هنا أشدد على كلمة العراق وسوريا، راح أكررها مرة ثانية وأشرح لماذا العراق وسوريا. هذا يتم التصدي من خلال فقط تكثيف الغارات الجوية دون أن تكون هنالك قوات برية أمريكية على الأرض المشاركة في الحرب. نعم. الولايات المتحدة الجمهورية والديمقراطية لا يريدون أن يتورطوا في حرب برية، هم مستعدين أن يكثفوا هذا الغارات الجوية على العراق وسوريا من أجل التصدي وحصر داعش في العراق وسوريا فقط. هذا التفاهم المشترك بين الديمقراطيين والجمهوريين أكدها اليوم قبل ساعات السناتور جون ماكيني، تعرف أنت جون ماكيني. نعم. هو أكثر أعضاء مجلس الشيوخ مهتم بملف قضيتي العراق وسوريا، وهنا أشدد كلمة العراق وسوريا. لماذا العراق وسوريا؟ لأن المشتركات المستقبلية السياسية للعراق وسوريا سوف تشهدها بلد العراق وسوريا، يعني ما سوف يحدث من تغييرات سياسية رخمة في العراق وسوريا فقط في العراق وسوريا دون امتدادها إلى دول حليفة أخرى مثل الأردن والسعودية. دكتور أسعد دعني يعني أعطيك مزاج الشارع العراقي اليوم. أي. هناك حديث اليوم بالشارع العراقي ينسب كل ما جرى من خراب ودمار في العراق سبب الولايات المتحدة الأمريكية بين هلالين. أولا أزاحت مؤسسة عسكرية مهنية وجاءت بمؤسسة عسكرية ضعيفة فقط مهمتها الدفاع وليس الهجوم. اثنين أعطت الضوء الأخضر لإيران بأن يكون له نفوذا داخل العراق. ثلاثة تناقضت في رواياتها، تناقضت في سياستها داخل العراق، مرة تعطي تقول إن الميليشيات الإيرانية هي من تعمل في العراق وتجعل عدم وجود رؤية صحيحة وتضرب بقوة على يد الحكومة، وبالطرف الآخر لا تمانع في إشراك الميليشيات العراقية. ماذا تريد أمريكا اليوم، ومن هم مصادر القوة اليوم على الأرض؟ هل هي أمريكا؟ هل هي إيران؟ أم ماذا؟ أستاذ معيد، يعني يجب أن لا نحمل المسؤولية ما يحدث في العراق على الولايات المتحدة الأمريكية. أليست هي المحتلة؟ أليست هي المحتل وهذا نتيجة الاحتلال سيدي؟ نعم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية يعني آخر تصريحات الرئيس أوباما أو طلب سواء في زيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ولا أي، وخصوصا للأطراف السنية اللي هذا، يجب أن تكون هنالك مصالحة حقيقية سياسية. وأضرب لك مثلا الجيش العراقي وداعش. الآن داعش لديها مهارة في استخدام السلاح
اللي سولت عليها من الجيش العراقي. السبب لأن موجودين عدد كبير من خير ضباط الجيش العراقي يعملون مع داعش. هذا لو كان هنالك قرار سياسي من قبل الحكومة بمصالحة وإعطائهم الرواتب وعادز الاعتبار لهم، ما كان هؤلاء يقاتلون مع داعش. هذا هو، هذا حل سياسي. دكتور أسعد، دكتور أسعد يعني عذرا للمقاطعة، عذرا للمقاطعة، يعني أنا قلت لك يعني المزاج الشارع العراقي هكذا يتحدث. يعني أمريكا عندما تحل الجيش العراقي، تحل الجيش العراقي وهي صاحبة القرار فيه، لا تستطيع أن تفرض سيطرتها على الحكومات العراقية وتجعل المصالحة الوطنية هي من أولوياتها. أستاذ إسماعيل، الجيش العراقي نعم حل. إحنا إذا نتوقف على 2003 راح نبقى يعني نبقى الانتكاسات كبيرة. وهذا هذا أساس البنيان، هذا أساس البنيان الـ 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 يعني صحيح. الضعيف. نعم، على الحكومة العراقية إذا وجدت إنه هذه هي كانت خطأ وهو فعلا خطأ كبير ارتكبت الولايات المتحدة الأمريكية بحل الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية. الجيش الحكومة، الحكومات المتحاكمة ما حلت المشكلة، ما زالت متشبثة في هذا الموضوع. ما لم يتطرقوا إلى حل سياسي لهذا الموضوع أو حل منصف لهؤلاء ضباط الجيش العراقي وقوات الأمن العراقي. لماذا نحمل الولايات المتحدة الأمريكية؟ العيب والمشكلة عند السياسيين العراقيين المتنقلين. لو يتخذون قرار بإعادة الجيش أو إعادة رواتبهم لقوات الأمن أو قوات الجيش العراقي، الولايات المتحدة الأمريكية ما راح ترفض ولا راح هذا. المشكلة العيب في السياسيين العراقيين المتماسكين. أستاذ إسماعيل، الأطراف السياسية الثلاثة الشيعة والسنة والأكراد ماسكين السلم الدرج بالعرض، وكل طرف يضرب الطرفين الآخرين واللي هو يمشي. هذه مشكلة كبيرة للدكتور حيدر العبادي، كيف يتوافق مع ثلاث كتل سياسية رئيسية ماسكين الدرج بالعرض وينشون كل واحد يريد مصلحته. هنا المشكلة، المشكلة في السياسي وليس في الولايات المتحدة الأمريكية بس. المشكلة عندنا بالوضع الداخلي. إضافة لذلك الاستراتيجيات، تلاحظ الاستراتيجيات اللي تبنى الأمنية العسكرية دائما في كل يوم يطلع لنا مسؤول يقول لك عددنا خطط جديدة. الخطط الأمنية ما هكذا تكون، الخطط الاستراتيجية ما هكذا تكون. الدكتور حيدر العبادي يحتاج إلى من يوضح له، من يوضح له ما هي الاستراتيجية. دكتور أسعد، دكتور أسعد هم يحتاج السيد رئيس الوزراء أن واحد يقول له ترى العراقيين اليوم بالألوف واقفين على منفذ واحد يدخل للبغداد، هو جسر بزيبز، هم هو ما يشوف اليوم معاناة المواطن العراقي؟ لماذا يتعامل مع يعني تتعامل حكومة بإزدواجية؟ الناس اللي يدخلون وبنفوذ، وهذا على لسان كل السياسيين، وحتى أمريكا تقول أمريكا إيران لها نفوذ وده يدخلون بطريقة وبأخرى، وابن البلد عندما يحمي نفسه ويدخل إلى عاصمة بلده يمنع إلا بكفيل. سعود إليك بعد أن أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو. أطلنا عليه دكتور يعني الدليمي، سمعت ما قاله الدكتور أسعد، يعني هو يحمل المسؤولية ليست فقط على أمريكا، يحملها على السياسيين أيضا. يقول العبادي اليوم هو يعني مكتف الأيدي بسبب الضغوطات العالية. اليوم منفذ واحد يربط يعني مصير عراقيين بالألوف اليوم اللي هو جسر بزيبز، أنتوا كلجنة إغاثة يعني أين دوركم في إسعاف هؤلاء، تقديم العون لهم، تقديم النصح لهم؟ أولا دعني أجيب على ما طرحه الأستاذ سعد ناجي. حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب، هو هؤلاء السياسيين، وهو بقصد أتت بهؤلاء وهي تعرفهم متناقضون. ويعرف جيدا الدكتور أسعد أو لا يعرف بأن أمريكا عندما جمعتهم في لندن ب98 أغلقت عليهم الباب وأخذ المفتاح. سياسي بهذه المواصفة يدير بلد. الشيء الآخر، المتناقضات التي جمعت ومعروفة أهدافها مسبقا، الولايات المتحدة الأمريكية محتل، أتت بالسياسيين وأتت بالعملية السياسية وحمت هذا التناقض وأسست له دستور. نحن حقيقة بما يخص الجانب الإنساني، عدد النازحين من هذه المدن عدد كبير جدا. هناك حملات إغاثة تصل إلى المناطق التي نستطيع الوصول إليها، جسر بزيبز وغيره لا يمكن الوصول إليه بالمستوى التكتيكي، المستوى خلينا نقول السهل. نحن حقيقة
شعب كردستان نقف له إجلالا وإكبارا على استيعاب أعداد كبيرة من النازحين. وحقيقة أريد أذكر أن شيء هنا، أنه النازحين بزبز لا يريدون الاستقرار في بغداد الآمنة، ولكن يريدون كمحطة للانتقال إلى 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 كردستان. ونحن نناشد حقيقة أن يتم إرسال أما الحكومة التركية أو الحكومة الكردية في إقليم كردستان أن ترسل إنقاذ لهؤلاء الناس وتسحبهم من هذه المساس. اليوم قبل ساعتين توفى طفل عمره شهرين نتيجة الحر الشديد ونقص الماء والغذاء. وهذا هو حقيقة المأساة التي يعيشها مواطن في بلده، بينما رأينا وكل العالم رأى عندما كانت تسير الزيارات المليونية للإمام موسى الكاظم، كانت قيادة قوات بغداد توفر لهم السرادق والماء والشرب. إذن هذه الحكومة، الحكومة الطائفية، لا يمكن أن تبني بلد وهي اتخذت هؤلاء الناس عدوا، ولا يمكن أن تسمح للوصول إليهم، أما قتلهم أو قتلهم. طيب أعود إليك دكتور أسعد ناجي بأقل من دقيقة، كيف تنظر أمريكا راعية الإنسانية اليوم لما يحصل للعراقيين الموجودين اليوم على منفذ يعني بغداد، دخول بغداد؟ يعني ليست لديها مجسات سفارة موجودة ممكن أن تقدم لهم الخدمة، ممكن أن تكون هي من ترعاهم؟ أستاذ معز فقط نقطة يعني مهمة باختصار دكتور، باختصار النظام الديمقراطي ليس هو أنا بالإنجليزي يسموه one man show يعني لشخص واحد. النظام الديمقراطي في العراق هو مشاركة الجميع، دائما الاخفاقات يرموها في رقبة رئيس الوزراء والنجاحات يأخذها. ثلاثة أفراد سياسية يتحملون المسؤولية الكاملة ما يحدث في العراق، الأكراد والشيعة والسنة. هذا نظام الديمقراطي، نظام المشاركة، علينا أن نتفهم النجاحات والإخفاقات يتحملوها كل الأطراف. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية على سؤالك، أكو مسألة أخرى، الجوانب الإنسانية هي معنية بها البلد الأساس هو العراق. العراق عنده إمكانيات مالية بإمكانه يحل كل هذه المشاكل النازحين، وهذا بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية الآن منظمات إنسانية كثيرة سارعت بتقديم المساعدات الإنسانية للعراقيين بشكل كامل، بما في فتح باب اللجوء للعراقيين المضطهدين أو الذي دكتور أسعد موجود داخل العراق. شكرا للدكتور أسعد ناجي الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أشكر لك الدكتور هلال الدليمي، وأيضا ضيفي الذي شاركني عبر الهاتف الدكتور يعني الهيتي، دكتور هيثم الهيتي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وأقول لله دركم يا عراقيين. إلى اللقاء، هذه تحياتي أنا محدثكم إسماعيل الجنابي.